بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة موفقة للجهاد في الشوط الرابع للخيل المعجنة الأصيلة تكافى درجة الخامسة المسافة 1600 متر وشوط مزحوم بمشاركة 16 من الجياد. الاندفاع مع الرفاع ريسنج من خلال كافي كام هوم، وأيضا محاولات من خلال تواجد شعار الأخضر من كوبرا كاي رقم 10 وتقدم، والاندفاع أيضا من الجياد الداخلية لجود ميجر. ثلاثة جياد تحاول التقدم، ولكن الجياد ككتلة واحدة تندفع وتتجه نحو المنعطف قبل الأخير. نشاهد الصدارة مع جود ميجر رقم 7 من تدريب جاسم الغزالي ملك سي جاسم بن علي العطية والخيال لوكاس دوليزيه. في المركز الثاني رفع ريسنج مع كاثيكوم وكم هوم والمدرب جاسم الغزالي والخيال ماركو كازامينتو. المركز الثالث مع السيد فالح العجمي كوبرا كاي من تدريب حمد الغزالي والخيال ألبرتو سنة. رابعا نشاهد السيد حمد الجهني مع وور إيفورد رقم 8 والخيال أوغو بنيه، والمتابعة تأتي من الجهة الداخلية مع الفهداء من تدريب هادي الرمزاني ملك السيد محمد العطية والخيال سفيان سعدي. الجياد تقترب من المنعطف الأخير في الشوط الرابع. إذن الاتجاه نحو الخط المستقيم آخر 400 متر، نشاهد وإياكم التقدم لرقم 7 جود ميجر إلى المركز الأول مع لوكاس دوليزيه، المتابعة كوبرا كاي في المركز الثاني، أيضا محاولات من الرفع ريسنج ومن وسط الجياد ساموس للسادة الشقب ريسنج. نشاهد وإياكم أيضا إمبراطور من الجهة الداخلية، ولكن حتى الآن المركز الأول مع جود ميجر محاولات مستميتة من رقم 10، ولكن جود ميجر إلى المركز الأول وصدارة الشوط مشاهدينا مع السيد جاسم بن علي العطية والمدرب جاسم الغزالي والخيال لوكاس دوليزيه في الشوط الرابع. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، رقم 7 جود ميجر المهر الأحمر عمره 4 أعوام سلالة هافانا جولد، والفوز رقم 2 من أصل 13 مشاركة لوكاس دوليزيه كما نشاهد وإياكم في هذا الشوط. وأداء جميل الشوط الرابع للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الخامسة لمسافة كانت 1600 متر. نشاهد الإعادة، كان في محاولات من بقية الجياد، ولكن بأريحية هنا نشاهد جود ميجر يتجه نحو المركز الأول رغم المطاردة والملاحقة من إمبراطور ورقم 10 كوبرا. And the official results for the fourth race of the evening. The winner, horse number 7, Good Measure, Mr. Jasim and Ali Latia, trained by Jasim Al-Ghazali, ridden by Luke Edelozier. Second, horse number 16, Emperor, Angelin Hassan, Ali Abdelmalik, trained by Debbie Mountain, ridden by Parkash Akadi. Third, horse number 10, Cobra K, Mr. Fales Wade Al-Ajmi, trained by Muhammad Al-Ghazali, ridden by Alberto Sana. Fourth, horse number 9, Al-Fahada, Mr. Mohamed Abdullah Latia, trained by Hadi Ramzani, ridden by Sofyan Sadi. And in fifth place, horse number 13, Skip James, Mr. Mohamed Abdullah Al-Hajri, trained by Mubarak Alawami, ridden by Thomas Lukasik.